طيب اليوم نحن نتسوق ونحتاج إلى العربة. هذه عربة. نحن الآن في كارفور. كارفور هذا محل كبير يشتري فيه الناس الأغراض الغذائية. الأغراض الغذائية هنا كل أنواع الأغذية. وهنا التفاح الأحمر، وما شاء الله التفاح جميل. وهنا نوع آخر للتفاح، يبدو أنه تفاح بلدي. وهنا تفاح أخضر وهكذا. وأولا نحن نشتري البطاطا. هذه بطاطا، وهذه الكلمة بطاطا هي كلمة غير عربية من potato، بطاطا، لأن هذا النوع من الخضار ما كان معروفا عند العرب. هذا النوع من الخضار أو هذا الخضار لا ينبت في بلاد عربية، لذلك هم أخذوا كلمة أجنبية. وهذا تعرفون هذا ثوم بلدي، يعني ثوم أردني. أنا لا أحب الثوم، لكن يقولون أن الثوم مفيد للصحة، وخاصة إذا أصبت بزكام الثوم يساعد. وهذا أخوه البصل، ولكن كذلك يقال أن البصل مفيد للصحة، ولكن لا تأكل الثوم والبصل يوم الجمعة. لا تأكل أبدا يوم الجمعة قبل الصلاة، لا تأكل البصل ولا تأكل الثوم. نحن اشترينا 4 كيلو بطاطا و3 كيلو بصلا. والآن نشتري الجزر. هذا الجزر لونه برتقالي وطعمه حلو، وكذلك خضار مفيد جدا. والجزر أحب طعام إلى الأرنب. رأيتم في الكرتون في الأفلام الأرنب يحب الجزر ويأكله كثيرا. ولما تنتهي من شراء الخضار أو الخضروات تأتي إلى هنا، وهذا الموظف يزن، يقول ما وزن ما اشتريت، وكذلك يضع عليه السعر، يضع عليه هذا السعر. هو الآن يزن الخضروات، يزن، ينظر ما وزنها. وهنا قسم اللحوم، قسم اللحوم أو قسم لحم بقر. هذا لحم جميل، لكن اللحم في الأردن غال جدا، لذلك نحن نفضل الدجاج ونأكل اللحم نادرا، فقط في أيام العيد. وهذا فلفل حار أحمر، فلفل حار أحمر، هو حار جدا حقا. لما أرى الفلفل دائما أتذكر مكسيك، لا أدري، لكن فلفل دائما عندي مع مكسيك. أنا لا أحب الفلفل، لكن بعض الناس ما شاء الله يحبونه، وخاصة رأيت بعض الماليزيين يحبون الفلفل أو أشياء أخرى حارة جدا، لكن لا أحبها، أنا لا أحب الفلفل. وهذا مثلا فلفل حلو، يعني هو ليس حارا، واسمه فلفل أيضا، لكن فلفل حلو، حلو يعني طعمه حلو لذيذ ما شاء الله. هناك أنواع كثيرة كما ترون من الفلافل، أنواع كثيرة، برتقالي، أحمر، أصفر، أخضر، ما شاء الله كل ألوان الدنيا. وهذه لافتة ومكتوب عليها عروض كبيرة، أي ديسكاونت،
أتوقع بالإنجليزي، سكيتكي أو أكسي باللغة الروسية، عروض وعرض خاص يقولون مثلا هنا، عرض خاص لهذا الفلفل، عرض خاص أي особенный скидки, специальные скидки باللغة الروسية, special discount, I don't know. على كل حال عروض كبيرة بالدجاج، الدجاج هذا دجاج، وهناك انظروا دجاج محلي، دجاج محلي أي دجاج من الأردن، دجاج من الأردن، دجاج محلي، محلي يعني من هذا البلد، محلي يعني من الأردن، local ميسني. أنا أخطأت، عروض أي عرض يعني offer، عروض كبيرة أي very big offers أو special offers، عرض offer، عرض deal، عرض. وفي الأردن هذه طماطم كذلك كلمة في الأصل غير عربية، لأنهم أخذوها من tomato، طماطم. وبعض البلاد مثلا الأردن منها يسمون الطماطم بالبندورة، بندورة بندورة بندورة، وباللغة الروسية نحن نقول كذلك باميدور، باميدور قريبة من بندورة. نعم هذه بندورة أو الطماطم، أنا أحب الطماطم. وهنا عندنا الموز، وهذا موز بلدي أيضا، انظروا هنا مكتوب موز بلدي، أي هو موز أردني ولكنه أخضر، أنا أحب عندما يكون الموز أصفر وليس الأخضر. لكن على كل حال بعد يوم يومين ثلاثة أيام هذا الموز سوف يصفر، هذا الموز سوف يصفر، يكون أو يصبح أصفر. وهناك أنواع أخرى من الفواكه، وهناك كيوي، وهناك ماذا أيضا، أناناس، فواكه، هذا قسم الفواكه. واحدة هي فاكهة والجمع فواكه. وانظروا إلى هنا كلمة جديدة ومفيدة إن شاء الله، جزر، هذا الخضار اسمه جزر، طازج يعني هو جديد، هو جيد، طازج جديد، أو باللغة الروسية سفيجري، وباللغة الإنجليزية فريش، طازج، هذه كلها طازج. هم يقولون، أنا لا أدري هل هو حقا طازج أو غير طازج، وهذا أيضا طازج. وكذلك تستطيع أن تقول طازج، لكن العرب يقولون طازج، هكذا سمعت. وهنظرون من المزارع المحلية، مزارع المفرد منها مزرعة، مزرعة means فيرما أو فيرم، المزارع المحلية، محلية بلدية يعني من الأردن، محلية local ميسني، كلها من المزارع المحلية وكلها طازج. إلى الآن نحن لم ننتهي من شراء الخضروات، كما ترون في عربتي كلها خضروات، وبقي لنا أن نشتري الفواكه والحليب واللبن والخبز والشوكولاتة وأشياء كثيرة، ونحن إلى الآن لم ننتهي من شراء الخضروات. وهنا التمور، تمر جمعه التمور، وهذه تمور لا أدري، أتوقع هي بلدية، واحد فتح وأكل تمرة واحدة من هذه العلبة. نعم هذه تمور، ممكن هي بلدية، نعم هي بلدية،
هي من الأردن محلية، تمور محلية. وهذه فراولة، أنا أحب الفراولة كثيرا جدا لكنها غالية، نعم، لذلك نأكلها أيضا نادرا، ليس كل يوم. وما شاء الله طعمها لذيذ جدا. وكما رأيتم نحن اشترينا الفراولة، إذن عندنا اليوم عيد. لكن مشكلتي أن أطفالي يحبون الفراولة أيضا ولا يتركون لي شيئا. إذا هم يعني عندما سيرون هذا سيقول آه أبي اشتريت الفراولة، وسيأكلون كلها، وممكن سيبقى لي فراولة واحدة فقط أو اثنتين، لا أدري. إن شاء الله سيبقى ثلاثة أو أربعة. تذكرون الدجاج المحلي؟ وهنا هو ممكن تشتري القطع، مثلا فقط تشتري هذه القطعة، صدر الدجاج فقط مثلا. وهذا أحلى شيء في الدجاج وأفضل شيء، وخاصة إذا أنت تحب الرياضة تتدرب وتريد أن تكون عندك عضلات قوية، يجب أن تأكل الصدر كثيرا. هناك دجاج هكذا، وهذا البيض، البيض طازج فريش البيض، ونحن نأكل البيض كثيرا. أظن الطلاب يفهمونني الآن، الطلاب يأكلون البيض كثيرا جدا. سمعت أحد الطلاب يقول يا خسو والله لقد أكلت البيض كثيرا جدا، لدرجة أني أستحيي أن أنظر في وجه الدجاجة. يقول أنا أكلت البيض كثيرا جدا حتى أصبحت أستحي من الدجاجة التي هي تبيض، هي تصنع هذا البيض، الدجاجة هذه أطفال الدجاجة. هو قال أنا أكلت البيض كثيرا جدا، مليون بيضة، حتى أصبحت أستحي أن أنظر إلى وجه الدجاجة، أستحي من الدجاجة الآن. وهذا بطيخ، بطيخ، ولكنه يشبه الكرة. لما رأيته ظننت أنها كرة للأطفال للعب وليس بطيخا. لماذا؟ لأنه صغير، انظروا هذا البطيخ صغير. عادة وخاصة في بلدي في الشيشان وفي روسيا البطيخ يكون كبيرا، ليس هكذا، هذا بطيخ صغير، هذا طفل، هذا طفل صغير، لكن هذا بطيخ. وهذا قسم الزبادي بالفواكه، أي يوغرت، كلها الزبادي. والزبدة، زبدة هي خلاصة، سليفكي، نقول أعطيني زبدة الكلام، زبدة الكلام، زبدة الموضوع، أي أهم شيء فيه الزبدة. وهذه جبنة، جبنة 24 قطعة، قطعة بيس كسوك، قطعة حليب بقر، حليب بقر. هذه جبنة، جبنة، نعم. وهذا حليب، حليب من حليب أبقار، جم بقر، طازج، طازج بدون بودرة، أنا لا أعرف إيش ما معنى بودرة. وكامل الدسم، كامل الدسم، كامل الدسم أي full fat، كامل الدسم، طويل الأجل، طويل الأجل أي يبقى صالحا لمدة طويلة، أي إذا شربته بعد أسبوع عادي لا مشكلة، طويل الأجل أي يبقى كثيرا لا يفسد. وهذه الزبدة، زبدة
طبيعية، انظر إلى هنا، زبدة طبيعية ناتورال ماسلا، طبيعي أي جيد، ما فيه كيمياء كثير. واشترينا الحليب 8 علب، هذه علبة 8 علب. لماذا اشترينا الحليب كثيرا؟ لأن أطفالي يحبون الحليب. أحيانا يستيقظ ابني في منتصف الليل ويبكي ويقول أريد حليبا، أريد الحليب، هكذا يبكي. لذلك نحن نشتري الحليب للأطفال، هم يحبون أن يشربوا الحليب، يحبون أن يشربوا الحليب. وهنا عصير فواكه، وهذه ذرة حلوة، ذرة أنا أحب الذرة، أحب الذرة كثيرا، وأستطيع أن أكله مثل ماذا، هكذا أشاهد التلفاز وأكل الذرة بملعقة كبيرة. هذا كاتشوب، وهذا يسمى حليب مكثف محلي، حليب مكثف باللغة الروسية نحن نسميه سبوشونكا، وبالإنجليزية يبدو هو هذه الكلمة condensed milk، حليب مكثف، وهو محلي أي أردني، وأنا أحب هذا خاصة مع الشاي، مثلا أشرب الشاي وأكل حليبا مكثفا بملعقة صغيرة، هذا جيد جدا. وممكن أيضا تضعه، يمكنك أن تضعه على الخبز ويكون جيدا. وهذا زيت، هذا زيت ذرة، هذه ذرة تذكرون ذرة، هذا زيت ذرة. وهناك زيت دوار الشمس، أتوقع هذا هو دوار الشمس، هذا زيت دوار الشمس، هذه زيوت. وهذا ماء، هذا ماء في قارورات صغيرة، انظروا هذا ماء في قارورات، هذه قارورة صغيرة وفي علبة صغيرة، لكن أظن قارورات صغيرة أفضل. وهنا عندنا القهوة، أطعمة أمريكية، يعني تأكل من هذا وتشعر كأنك سافرت إلى أمريكا، هكذا يكون أظن أطعمة أمريكية. وأنا أريد أن أذهب إلى أمريكا لذلك سأكل هذا. هي قهوة وحلويات وماذا أيضا، يعني أشياء كثيرة. هناك أطعمة مكسيكية، إذا أردت أن تسافر إلى مكسيك والنقود لا تكفي، تعال هنا اشرب هذا وستشعر كأنك سافرت إلى مكسيك. أو ستذهب إلى المستشفى وستشعر أشياء أخرى. وهذا زيتون أسود إسباني، حبة كاملة، جميل، زيتون إسباني. هناك يوجد زيتون كما تعرفون، هذه زيتونات. تعرفون ما هذا؟ هذه باللغة العربية تسمى شعيرية سريعة التحضير،
سريعة التحضير، أي أنت تستطيع أن تطبخها بسرعة. سريعة التحضير، شعيرية، لأنها من الشعير. وهنا عندنا الأرز، وهو أرز هندي، أرز هندي. وهناك أنواع أخرى للأرز كما ترون، أنواع كثيرة للأرز. والعرب كما تعرفون يحبون الأرز كثيرا، وعندهم يوجد وجبات مختلفة مع الأرز، الكبسة والمقلوبة وأنواع كثيرة. هم يحبون الأرز ويطبخونه بطرق مختلفة، يعني يكون الأرز هو الأرز لكن كل يوم طعمه يختلف وطريقة الطبخ يختلف، لكن يبقى أرزا. وهذا قسم الحلويات أو السكريات. هؤلاء أصدقائي، أنا أحبهم كثيرا، الشوكولاتة والسكريات والحلويات بشكل عام أحبها كثيرا جدا. يقول لك عزز مناعتك مع كل وجبة، عزز مناعتك، أكريبي إيمونيتيت باللغة الروسية، make strong your immune system. I don't know، مناعتك بالإنجليزي immune system. على كل حال عزز، أي make it strong مع كل وجبة، with every food. وهذا قسم القهوة، ومن القهوة أنا أفضل نسكافيه، لذلك سنشتري هذه العلبة، يمكن نقول. لماذا اشتريت هذه العلبة؟ لأنك عندما تشتري علبة كاملة، مثلا هناك 30 حبة، يكون أوفر لك، أي يكون أرخص. مثلا هنا إذا اشتريت هذه العلبة تحصل على 5 حبات مجانا، وحبة أو كيس، لا أدري كيف أسمي هذا، حبة كيس لا أعرف. وهذه كيكات، كيك هي كلمة إنجليزية لكن العرب كذلك يستخدمونها، وهناك أنواع كثيرة للكيك. وكتبوا هنا تريد أروع كيك لأروع مناسبة أطلب هنا، Do you want amazing cake for amazing occasion? Ask here. وهذا قسم الخبز، هناك أنواع كثيرة للخبز. وهنا ننتهي من هذه الرحلة، من هذا التسوق، ونذهب إلى كاشير، إلى المحاسب أو من هو لا أدري، حتى ندفع لما اشترينا. ولكن نحن اشترينا كثيرا، وأخاف أن المال الذي عندنا لن يكفينا، أخاف ذلك، لكن سنرى إن شاء الله هو سيكفي. وهذا الرجل يساعدنا، يجمع الأغراض ويضعها في العربة. والآن انتهينا من التسوق، أشكركم لحسن مشاهدتكم، وإذا يوجد أي سؤال اكتبوا في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله.